التمكين والتطوير ليس فقط في الجانب الأكاديمي، وإنما كذلك يكون في الجانب التربوي والسلوكي. اليوم مواجهة الظواهر أو أي تحديات دخيلة علينا نحن، سواء كانت المخدرات أو غيرها من السلوكيات السلبية، هذه المبادرات، هذه الفعاليات هي اللي تنمي عند الطلاب قدرتهم على مواجهة مثل هذه التحديات، وتمكينهم من الناحية السلوكية والتربوية في الابتعاد عنها واتخاذ القرارات السليمة اللي ممكن أنها تجنبهم أي مخاطر يقعون فيها، ويعني تجعلهم أسير لإدمان أو لأي ظاهرة إجرامية أخرى أو أي سلوك غير قويم. فبالتالي هاي هي المبادرات اللي تعزز الثقافة الإيجابية عند أبنائنا الطلبة.